هذا اللوبي الخاص بالطوابق، كانت مكان صغير ممكن واحد يستخدمه. وهذه الغرف، هذا غرفة الديلوكس، هذا غرفة الديلوكس اللي يتكون من حمام، الصالة الصغيرة، خزان الملابس، وهذا غرفة النوم هنا مع القاصة، وهذا السرير، غرفة كبيرة. هذا ممكن اكسترا بيت نخليه هنا، وعندنا ايضا هذا القنفة ينفتح يتحول الى سرير. المشهد